أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة إتمام التعاقد مع 3 لاعبين أفارقة في مركز الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد. وأوضح ميدو أن دجلة تعاقد فعليا مع يوسف واتارا نجم منتخب بوركينا فاسو، ورودي مانجا هداف الدوري الكونغولي، ومندولي موكوسو نجم منتخب الكونغو. وأضاف المدير الفني لدجلة أنه بدأ ملف تدعيم صفوف فريقه منذ شهرين ماضيين من أجل إنهاء كل الأمور قبل بداية فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.